السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة إن شاء الله نتفرج ونشوف مع بعض هنقدم فيها إيه. وسريعا كده إحنا إن شاء الله هنعمل مع بعض الكاتشب. الكاتشب طبعا معروف إن الأطفال بيحبوه ومطلوب مع الأكل ومع البطاطس ومع الفراخ المحمرة، فإحنا النهاردة هنقدمه بطريقة سريعة في البيت وسهلة ومكونات سهلة وبسيطة. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض في المكونات بتاعتنا. النهاردة أنا الكاتشب هبدأ معايا بكيلو ونص طماطم. طبعا الطماطم ده هتتنضف وتقشر ونشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. عليهم 250 جرام سكر ومعلقة ملح كبيرة، وعليهم بولة خل صغيرة، واتنين معلقة صويا صوص كبار ان وجد، لو ما توجدش خلاص مش مشكلة، صويا صوص دارك، ومعانا معلقتين زيت كبار او اكتر شوية. نبدأ مع بعض نشوف هنكون مع بعض الصوص الكاتشب ازاي. نبدأ مع بعض. اول حاجة هنعملها في الطماطم، طبعا هنمسك الطماطم هننضفها كويس بالشكل ده، هنقسمها اتنين بالطريقة دي ونرصها في صينية. تاني واحدة ونقسم اتنين وفي صينية زي ما احنا شايفين. احنا قطعنا الطماطم كلها، طبعا شلنا الزر بتاعها والاخضر اللي فيها ونضفناها وقطعناها على نصين ورصيناها في الصينية دي. معانا بقى كمية الملح اللي انا قلت عليها، هنرشها كلها على الطماطم بالشكل ده. مش هتفرق يعني لو جت على ميه كتير وتمرد ميه قليل، لانها كده كده هتتضرب في بعضها في الاخر. وال 250 جرام سكر بتوعنا هناخد منهم حوالي 4 معالق. ورشة الزيت اللي معانا اللي قلنا عليها هنرشها عليها بالشكل ده. وناخد كل المكون ده ندخل بيه الفرن لغاية ما الطماطم تشرب ميتها ويفضل معانا الطماطم والسكر والتوابل بس. نروح مع بعض على الفرن بقى. وفي الفرن على الرف او على قاعدة الفرن عادي، هو سخن مفيش مشكلة، هنسيبها لغاية ما تاخد وقتها وتاخد وش من فوق ومن تحت. زي ما احنا شايفين يا جماعة البطاطس بعد ما طلعت من الفرن وصلت للشكل ده. سوري يا جماعة، الطماطم وصلت للشكل ده، تقريبا شربت المايه بتاعتها كلها نزلت. طبعا هنتخلص من المايه دي، احنا مش عايزينها، احنا عايزين الطماطم بس. هناخد الطماطم بتاعتنا المرحلة التانية، هناخد الطماطم بتاعتنا كلها في الخلاط. دي كمية الطماطم كلها زي ما احنا شايفين، احنا سيبنا المايه خالص. طبعا اللي خدناه معانا في الخلاط الطماطم بالملح بالسكر اللي حطيناهم. هضرب الطماطم ضرب كويس قوي قوي ناعم قوي وارجع لكم. طبعا قبل ما اضرب الطماطم في الخلاط هنضيف باقي كمية السكر بتاعتنا كلها، وهنضيف الخل والصويا صوص الدارك كمية كلها. نضرب المكونات دي مع بعض ونرجع تاني. كده يا جماعة انا ضربتها في الخلاط بقت بالسمك ده كل اللي احنا عايزينه، ونحطها على النار لمدة من ربع لتلت ساعة ونرفع من على النار بعد كده. طبعا دلوقتي انا رفعتها على النار وافضل اتابعها بالتقليب كده، هتقعد معايا من ربع لتلت ساعة على النار لغاية ما تشرب ميتها خالص، وبعدين نقدمها وناكلها بالهنا والشفا. وطبعا لازم نتابع بالتقليب المستمر بالشكل ده لغاية ما يجيب معانا القوام اللي احنا محتاجينه. زي ما احنا شايفين عمال يتقل ازاي، نقلب كويس قوي. لازم نطير كل المايه اللي فيه ومنحاولش نحط غطا على الحله. زي ما احنا شايفين الكميه قلت ازاي، وصلنا للقوام ده. اللي عايز يعمله اتقل من كده يسيبه على النار اكتر من كده. نقدمه مع بعض دقيقه ونشوف هنقدمه ازاي. وكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الحلقه. كده الكاتشب وصل للقوام اللي احنا عايزينه، وتقدروا تاكلوه مع فراخ او فرايز زي ما انتوا عايزين. طريقه سهله وبسيطه، زي شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. نقدمه في البيت للاطفال وبالهنا والشفا.
ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، والتعليقات تبقى تحت الفيديو. ومع تحيات الشيف مدحت، مع ألف سلامة.